الصلاة على النبي هي الوصلة الروحانية اللي بتربطك بسيدنا محمد، ويكفي أن تحمل الملائكة يوميا منك 100 مرة على الأقل بتقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، فإن لله ملائكة يحملون لي السلام. يكفي أن النبي يسمع اسمك كل يوم، يا محمد إن فلان أو فلانة يصلون عليك، قال فأرد عليهم السلام. سمع النبي اسمك كل يوم 100 مرة علشان يحصل وصله، هو بيدعي لك، ده بيقول لك يا رب سلمه فأرد عليك من الله السلام. فالصلاة على رسول الله دي من أشرف الأذكار اللي تخلي قلبك يشبك في حب النبي. فن التعلق برسول الله، تبحر في الجانب الإنساني لسيدنا محمد وأكثر من الصلاة على حبيبك.